أدهم، هو أنت ما بقتش بتتكلم معايا ليه زي الأول؟ زي الأول ده اللي هو من إمتى؟ أول ما اتجوزنا يعني. اسألي نفسك يا هند، أنت حياتك كلها بقت قاعد تتفرج على ماتش، يا قاعد بتخلص شغل في البيت، يا قاعد ساكت ما بتتكلمش ولا كلمة معايا، وأسئلتك كلها البنت كلت، البنت شربت، يا دي حياتي. وأنت كلامك معايا ما بقاش بيخرج عن فين فلوس الشغالة؟ ممكن 5000 جنيه زيادة عشان الفلوس ما قضتش. عندك حق، بس تفتكر ده سببه ايه؟ انتي سببه يا هند. يعني ايه انا سبب؟ يعني انتي مش البنت اللي انا عرفتها ولا حبيتها. طب ما انت كمان اتغيرت، مش انت الراجل اللي انا عرفته في الاول خالص. انا اتغيرت عشان انتي اتغيرتي يا هند، او بمعنى اصح ظهرتي على حقيقتك. حقيقتي بقى اللي هي ايه ان شاء الله؟ انا هقول لك حقيقتك. حقيقتك انك ماديه وبتحبي المظاهر، وكلمه من واحده صاحبتك بتوديكي وكلمه بترجعك. طب ما انت كمان بقيت شخص روتيني ومش اجتماعي، وانا مستحملاك يعني. ما اسمهاش كده، اسمها شخص مسؤول وبيحافظ على بيته واسرار بيته. يا سلام، طب ما دام انت شايف نفسك الراجل الفظيع اللي ما حصلش، وانا الانسانه التافهه الشنيعه اللي ماليش اي لازمه في الحياه، ايه اللي مصبرك عليا ده كله؟ بنتي اللي مصبراني يا هند، مصبراني عليكي وعلى انانيتك وعلى اني عايش مع واحده عمرها ما تحملت المسؤوليه. بعد اذن سيادتك يا فندم، انا لا سمح الله يعني مش معترض على قرار سيادتك ولا قرار اسماعيل بيه في ان القضيه تتفتح تاني، بس انا عندي وجهه نظر. قول يا زياد. زين هيشتغل على القضيه دي وهو مش شايف حاجه واحده بس، هتلر وابنه، واحنا ما ينفعش نتعكي مع الناس دي باي شكل من الاشكال واحنا مش مالين ايدينا بحاجه. شوف يا زياد، انا على طول بخالف زين في الراي، بس ده قدامه، احنا ما بيني وبينك أنا بثق فيه وفي تصرفاته. وأنا كمان، زين عشرة عمري، هو عاقل، بس يعني جرأته ممكن تسوق المشاكل كتير. وبصراحة بقى يا فندم، النيابة كده كده هتحفظ القضية دي، ومش هينوبنا منها غير اللي احنا نعدي هتلر. وأنت اللي مخليك متأكد كده إن النيابة هتحفظ القضية دي بالذات؟ واضحة يعني يا فندم، قضية ملهاش إيدين ورجلين. وبعدين احنا ياما مر علينا قواضي بالشكل ده وما وصلناش فيها لحاجه. وصلني ان الاخبار مش تمام. مش تمام كيف يعني؟ يعني قصه البت دي لسه ما خلصتش. ما خلصتش كيف؟ القضيه مش اتقفلت. شكلها ما اتقفلتش يا امين. في حد بينخرب ورانا. ايه يا طه؟ ما هتروحش الجامعه ليه؟ بروح يما، بروح كل يوم. اها، ومحدش قال لك انك ساجد في المواد في النص الاول كله؟ مين قال لك الكلام ده يما؟ اخوك زين وكلفني اتحدث معاك في الموضوع ده واشوفك سجدت ليه؟ عشان هو لو اتحدث معاك فيه وهو في الظروف دي هتزعل. واخويا زين ماله؟ اروح الجامعه ولا ما اروحش؟ ولي امرك. انا ما بقتش صغير يما، بعد ابوي ماليش كبير. يعني انت حر نفسك وانت كبير روحك؟ ايوه كبير نفسي. خلاص، يبقى انت المسؤول يا ولد. احنا ما قصرناش معاك، ما تقصرش انت رجابنا. شوف اختك ناديه في كليه الطب، وشوف اخوك ومركزه. انا عايزهم احسن مني يما، ارتاحي. وانا مش هرتاح يا ولدي غير لو شفتك زيهم واحسن منهم كمان. يبقى مش هترتاحي يما. ليه كده؟ حرام عليك يا مري، مكتوب علي وجع القلب. عايز تنزل اجازه تاني ليه؟ عشان فرح ابن عمي. طب اللي هيدخل انت ولا ابن عمك؟ عموما تطلع ده وربنا يسهلها. عايز تدعم من النيابة المساعد هتلر.
هاجر برا البلد. نعم زي ما بقول لك قديم. ايه هتعرف اكتر من ابوه؟ طيب خد مديلي بالاستلام. ما بعرفش امضي ولا اكتب ولا اقرا ولا حتى ابصر. طب حد من البيت يمديلي بالاستلام؟ بيت مهجور من جوا. اقول لهم انك ما رضيتش تستلم الاستدعاء؟ قول لهم ما لقيتش بشر في البيت، لقيت عفاريت. وعفاريت تقدر تعمل اي حاجه مع اي حد وفي اي مكان. تشرب شاي. اجدين اجدين توجع قلبي جديه نور عيني. والله يا زين كان اول حاجه لازم تعملها انك تتصل تطمنا. والله غصب عني يا فيروز، كنت مشغول بالمصابين، المنظر كان مفزع يا ام. الحمد لله على سلامتك يا اخوي. طب انت بتعيط ليه يا عبيطه؟ ما انا قدامك اهي. انا حاسه ان الروح رجعت لي دلوقتي. بعد الكلام ده انك بتحبيني؟ بحبك بس انا بموت فيك. والله يا ريت الانفجار ده حصل من زمان يا ام، عشان احس باهتمامكم وبحبكم وبخوفكم عليا. ده انا بخاف عليك اكتر من نفسي يا زين، انا قلبي كان هيطلع من مكانه من الخض. والله يا ولدي روحي اتردت فيا اول ما شفتك بتهل عليا كده. يا ريتني كنت معاك عشان اخد شويه من الحب والحنان ده. بالك يا طه، لو انت اللي مكاني وبلغوهم بالخبر ده وربنا كانوا كملوا نوم عادي. ونشخر كمان ونعمل اخت. نجي البلد اللي تحب تروح واسفرها لك. لا يا ابوي، انا لو عملت كده يبقى بثبت على نفسي. يعني ما عنديش استعداد اشوفك بتتحاكم. انت سمعت حاجه؟ اه يا ولدي، احنا اتجرى علينا الفاتح. طب ومعارفك؟ المواضيع دي ما فيهاش معارف. خلاص لو عاوزين احارب نحارب، الرجاله كتير والرصاص ما فيش اكتر منه عندنا. الكلام ده كان ينفع زمان، لو على الحرب هنحارب، لكن لميت يا ولدي لاخر رصاصه. مش هنلحق يا ولدي، هيكونوا صفونا قبل ما اخر رصاصه تتضرب. لا يا ابوي، انا مش هسافر، انا هفضل هنا واتطمن. مهما عملوا محدش هيعرف يثبت علينا حاجه. وعزة جلالة الله لو مسكت واحد من الارهابيين دول اقطعه بالحطارة ده. تروح تجيب هاردات الكاميرات اللي حاطينهم في المحلات اللي حوالين المركز. بس اكيد باظت من التفجير يا ريس. يا ابو مخ عطلان، لو الكاميرات باظت الهاردات عليها كل حاجه. يلا بسرعه. اوامرك يا ريس. انت تعرف صاحب العربيه اللي ماشي ورانا ده؟ معرفوش. اصل ماشي ورانا من ساعه ما انت ركبتي. ساعة ما ركبت؟ اه. طب شاهد انت بس شوية. ماشي تمام. يا فندم هي العربية دي وصلت قبل الانفجار بنص ساعة وحتى صاحبها ما نزلش منها. اتحركت بعد الانفجار بدقيقة. مين صاحب فكرة الكاميرات دي؟ يبقى حوطة الاسم كله. ده للسؤال ده يا فندم. بصراحة عايز أشكره، هتفيدنا كتير. رغم ان انا كنت معترض على صرفية الكاميرات دي، بس ظهرت قيمتها دلوقتي. كان عندك بعد نظر يا زين. الله يخليك يا فندم، كله بركة توجيهات سيادتك. طيب عايزين نعمل زوم على الشباب بتاعك. رضوان انت هتعرفه يا زين؟ ايوه اعرفه يا فندم، من بلدنا، كان معايا في المدرسه. طب وده هتعرف تجيبه؟ ده اكيد خلع بره البلد. هنجيبه هو اللي معاه بعون الله. سيبنا اتكلم معاه.
ايه انت بتقول ده هتتظبط؟ بعد اذنك يا فندم، على مسؤوليتي الشخصيه خلي الرجاله تخلي المكان. مستغرب اللي وصلت ليه، مش هكدب عليك خفت على بنت عمي منك، بس اخر حاجه كنت اتخيلها ان صديق دراستي اللي اكلنا مع بعض عيش وملح يبقى واحد منك. ما تجربش يا زين، ما تجربش، يبقى واحد من القتله. مفيش قتله غيركم يا زين، انا مش قادر اصدق ان زين ولد الحاج صالح الجناوي يبقى من المرتدين. مرتدين؟ تعرف معنى الكلمة دي عشان تتهمني بيها؟ وانت هتفهم في كلام ربنا أكتر مني؟ وبعدين يا زين، من ساعة ما انت لبست البدلة الميري وانت بقيت زيهم، ظالم وكافر. من اداك الحق انك تكفر بني آدمين وتستحل دمهم يا رضوان؟ ايه؟ هتقوم بدور ربنا على الأرض؟ أنا بطبق شرع ربنا في الأرض يا زين. إياك تكون فاكر يا رضوان إن الدور اللي عايشه بقالك سنتين تلاتة ده هيخيل عليا. احنا متربين مع بعض ياض، انا عمري ما شفتك في جامع المدرسة. ده انت لحد من سنتين تلاتة كنت بتشوف اي مرة معدية بتفصصها من فوقها لتحتيها. انت ده وانت جيميتك، انت نفس مريضة استغلها الشيطان عشان تأذي الناس باسم الدين. دي ننضف منك ومن امثالك. طب احنا هنتجاد نكت اللي يا زين، اتشاهد يا زين ونشوف مين فيك جنة ومين في النار؟ شوف صباح الخير. صباح النور. هاي يا ادهم. هاي زينة. ايه الاخبار؟ البنت اكلت؟ أكلت ولبست. أنا مش هستناكي. شكلك زهقت بدري يعني. ما زهقتش ولا حاجة، بس المفروض ده دورك. دوري طبعًا، ودورك أنت كمان. وبعدين يا آدم، هي مش دي البنت اللي أنت واجع دماغي؟ أنا مستحملك عشانها، مستحملك عشانها، مستحملك عشانها. ما تشيل بقى شوية، ولا هي الشيلة تقيلة؟ إيه الكلام اللي أنت بتقوليه؟ هو أنا قلت حاجة بس؟ أنا بقولك استحمل البنت شوية من نفسك. خصوصًا بقى إن أنا مسافرة الأيام اللي جاية دي 10 أيام بره. مسافرة؟ خدتي قرار ده لوحدك؟ اه اخدته لوحدي. رايحة فين ان شاء الله؟ رايحة بيروت. بيروت؟ مع مين وليه؟ مع مين؟ مع صحابي. ليه بقى؟ علشان حاسة ان انا مخنوقة كده بقالي فترة ونفسيتي مش مظبوطة خالص. وبعدين في دكتور كويس قوي هناك، كل صحابي بيتعاملوا معاه، فممكن يظبط لي شوية حاجات في وشي. مسافرة لبنان مع صحابك 10 ايام وهتغيري حاجات في وشك، مش شايفه ان انت محتاجه تاخدي رايي في اي حاجه من دول؟ واخد رايك ليه يا ادهم؟ هو انت دافع لي حاجه من جيبك؟ لا طبعا مش محتاجه رايك في اي حاجه. هند اللي بتعمليه ده غلط. غلط ليه؟ ده كله عشان بقول لك نفسيتي تعبانه، في ايه وانا مش بني ادمه؟ من امتى؟ النظام ده جديد يا هند. لا مش جديد ولا حاجه، ده من ساعه ما حضرتك قلت لي انا مستحملك بس عشان خاطر البنت، فانا قررت بقى ان انا اعيش حياتي لنفسي وانت تعيش للبنت براحتك. انا ما ينفعنيش النظام ده. ومين قال لك اصلا يا ادهم ان انت نظامك نفعني؟ طب بصي بقى هند، يا أنا يا سفرية دي.